ندخل بقى في الموضوع على طول. طبعا النهارده ان شاء الله في مباراه مهمه للنادي الاهلي الساعه 7:30 مساء على استاد برج العرب في الاسكندريه امام فريق الاسماعيلي، وهي طبعا واحده من المباريات المؤجله من الجوله ال12 من مسابقه الدوري الممتاز. امبارح بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي اعلن قائمه الفريق لمواجهه الاسماعيلي في هذه المباراه. ضمت القائمه كلا من محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، احمد رمضان بيكهام، محمد هاني، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، بدر بنون، سعد سمير، ناصر ماهر، اكرم توفيق، اليو ديانج، عمرو السوليه، محمد مجدي قفشه، حسين الشحات، والتر بواليا، جونيور اجاييه، مروان محسن، ومحمد شريف، وصلاح محسن، واحمد نبيل كوكا. طبعا الاهلي كان يعني سبق وحقق فوز مهم على فريق طلائع الجيش بنتيجه 2-1 عفوا في الجولة الماضية من مسابقة الدوري، ورفع رصيده بالتالي إلى 24 نقطة جمعها من 10 مباريات خاضها في البطولة حتى هذه اللحظة. إن شاء الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي بالفوز في مباراة اليوم.